أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، بداية أسبوع موفقة نتمنى لكم. حلقة اليوم غادي نخصوها للحديث على موضوع لو هارسيلمون امورو أو لا الملاحقة بدافع الحب. ما قدرناش نسميوها تحرش لأن باش ما يعني ما يختلطش الأمر بالتحرش الجنسي، وهي وإنما الملاحقة بدافع الحب. طبعا غادي نتكلموا في هذا الموضوع مع الدكتورة أمال شبش. صباح الخير دكتورة أمال. صباح النور عزيزة، شحال وأنا وياك تنهضروا وتنتفقوا أشنو غادي نقولوا لو هارسيلمون امورو كيفاش نشرحوها؟ هي يعني حالات اللي تكون فيها الانسان يلاحق انسان اخر بدافع الحب او لا، تيكونوا يا اما كانوا مزوجين او لا وتتفارقوا، واحد فيهم ما تيبغيش يتلق كيف ما تنقولوا، تيبقى تابعوا هكذا. هذا تيشكل مشكل، بزاف الناس ما كيعتبروش مشكل كبير، وانما في حالات كثيره تقدر يوصل لاعتداءات، يقدر يوصل لاشياء يعني اللي لا يحمد عقباها. دونك ملي تنتكلموا بالضبط على لو هارسيلمون امورو، شرحي لينا دكتوره امل شباش بالمنظور ديالك. شرح باش يكون باش نقرب اكثريه الصوره للناس اللي كيشوفونا اليوم. هي بحال دابا كتكون واحد العلاقه حب يعني، ولا زواج، حياه زوجيه، ولا شي انسان اللي خاطب انسانه يعني وما كيكتبش، يعني واحد منهم كيقرر باش يوقف هذه العلاقه. اما طلاق اما ما كيوصلوش حتى للجواز. شنو كيوقع؟ واحد منهم ما كيتقبلش كلمه لا، ما كيتقبلش بان العلاقه تحبسات. دونك شنو كيولي؟ كيولي رد الفعل شنو هو؟ كيولي بحال دابا يعيط، ولا تعيط 100,000 مره في النهار، 500 اس ام اس في النهار، يمشي بحال دابا للخدمه ديالها، تمشي للخدمه ديالو. يعني بحال دابا كاين قصص اللي معروفه يعني، وهذا المشكل كاين في العالم كله. كاين جوج البلدان اللي اليوم كيعاقبوا لارسيلمون ما كيتعتبر فيهم جرم، فوالا جريمه، هي في كندا وفي امريكا. يعني هما اللي تما اعترفوا بان هذا المشكل كيحقق فريمون واحد الاضطهاد على الحياه، على حياه الانسان اللي كيعاني من هاد من هاد من هاد لارسيلمون. دونك هاد السيده يعني كتكون قصه حب كيولي كابوس حب. هما الناس كنسميهم يعني كنهضروا على سيريال كيلرز، يعني الناس اللي كيقتلوا واحد مورا الاخر كنسميوه سيريال لوفرز. يعني كيولي واحد الانسان اللي من الصباح حتى الليل كيفكر غير في ديك الانسانه ولا ديك الانسان اللي ما بقاش معاه، ما كيشوفش حياته بلا ديك الانسان. دونك كيرجع الحياه لديك الانسان جحيم. نعم. الوغ شنو الدافع؟ شنو اللي كيخلي؟ لان كنعرفوا حنا علاقات كثيره كتنتهي وعادي كل واحد كيعيش حياته في الجهه ديالو، ولكن شنو اللي كيخلي بعض الناس هكا اللي كتضطهد مثلا شريك الحياه او لهذاك الانسان اللي كان كيحبو؟ شنو الدافع ديالهم؟ غنرجعوا للشخصيه ديال هذا الانسان. بزاف الناس فين كتسقسيهم يعني يعني كي كان هذا الانسان معك في الاول كتقول كنظريف، كان كيعطيني الاسم ديال لا برينسيس، انا الاميره ديالو في حياته. هذا الانسان كنت انا كل شيء في حياته، يعني كيدير كيلبي لي الحوايج كل شيء اللي بغيت. كيوقعوا مشاكل دونك كتوقف العلاقه. حنا ما غندخلوش علاش وقفات العلاقه. هاد الناس دونك الشخصيه ديالهم رجعنا للماضي ديالهم، دائما كنرجعوا للتربيه. كنلقاو أكثرية جوج الأنواع ديال 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 الناس. نعم. النوع الأول هما كيكون واحد الطفل. أنا كنهضر على الراجل ولكن تقدر تكون طفلة حتى امرأة. نعم. كتقدر تكون في العلاقة مع والديها ولا العلاقة مع والديه ما حش بالحب ديالهم. دونك كيحس بواحد الفراغ، وديك الفراغ كيملؤوا في ديك العلاقة مع ديك الزوجة ولا العلاقة مع الإنسان اللي اختار بين قوسين قلبه. دونك يعني ما كيشوفش راسه عايش بلا بها ولا عايشه بلا به. هذا النوع الاول. النوع الثاني هو واحد النوع اللي بالعكس كانت عندهم واحد يعني واحد الاحساس ديال نارسيسيك، يعني نرجسيه. دونك هذا الانسان ما كيتحملش كلمه لا. نعم. كيقول لك يعني انا حققت لك كل شيء في حياتي، كيعتبر راسه لو سونتر دو موند. دونك كيحس بانه حق ديالو بان ديك الانسانه ولا ديك الانسان يعني يبغيه. يعني بحال يعني كيكون واحد النوع ديال بز منك. نعم. تبغيني انا كنحقق اللي بغيتي. دونك ياخذ ان دغوا، يعني انا حقي تبغيني، ماشي حقي ما عندكش الحق تقول لي لا ولا. نعم. تعيش حياتك بلا بيا. كان سبق دكتور امل شباش وتكلمنا على لو كومبلكس دابوندون عند بعض الناس بحال هكذا وعقده التخلي. نعم. نقدروا نقولوا عندها علاقه مع هذه الحالات هذه ديال هاد الناس اللي تيكونوا تيلاحقوا الشخص اللي كان معاهم نوعا ما نوعا ما، ولكن هذا فريمون هاد الناس راه يقدروا يوصلوا لواحد يعني فرونشمون يعني ما كيقدروش يعيشوا بلا هذاك الانسان. ما
ما كيشوفوش حياتهم يعني فريمون مرضي، نعم. فريمون واحد السلوك مرضي. الوغ ملي كتقولي سلوك مرضي يقدر يوصل لاديه هذاك الشخص ياديوه يقدر بحال دابا كنقدروا نسمعوا قصص، راه كتب في الباب ديال الدار ديالها كلمات، حيت في الاول غيبدا بالرغيب، حيت في يعني ذاك السيد ولا ديك نعم. السيده فين غتحبس العلاقه، الاخر شنو غيدير؟ غيبدا يرغب ولا غتبدا ترغب، غتبدا يعني كلمات حب، غيطلب المسامح، غيقول لها شوف انا نحقق لك ولا تحقق اللي بغيتي. ومن بعد فاش ديك الانسان الاخر كيقول ليه لا 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 انا ما بغيتش، انا خصني صافي هذه العلاقه ما بقاتش كتسعدني، انا خصني نوقف هذه العلاقه، كيقدر يولي عنيف، كيولي في المعيار، يعيطوا في نصيص الليل جوج ثلاثه ديال الصباح، دو فغي هارسيلمون، سي دو هارسيلمون. يعني الانسان الاخر انا قلت لك كتولي فريمون كابوس حب، كيقول بناقص كاع من هذا الحب، دونك كتولي يعني واحد العلاقه اللي هي مبنيه على الخوف، كتولي كتخاف ولا كيخاف من هذاك الانسانه اللي كتقدر تاديه. بحال دابا ناخذ مثال ديال السيده اللي عندها هذا السلوك مرضي، تقدر بحال دابا تهدم ليه العلاقه، بحال ما كانت على علاقه جديده، نعم. حياه زوجيه جديده، كضروا في علاقته مع الزوجه ديالو، كيكون هناك واحد شونتاج، انا غنضرك، انا غندير ليك، انا هذا كيكون واحد العنف، واحد الغضب داخلي، علاش خليتيني؟ حيت هذا الانسان كيعيش بان الاخر تخلى عليه، بحال يمكن تخلى عليه يمكن الاب ديالو والام ديالو في الصغر ديالو، دونك بحال عقده التخلي كيف ما تكلمنا عليها. دونك ناخذوا الان مكالمه من عند الوغ المكالمه افلا من عند أمينة من مدينة الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لالا أمينة مرحبا بك. الله يبارك فيك لالا. مرحبا لالا. تفضلي. أولا أنا من أشد المعجبات بك، كنحمق عليك لالا عزيزة. الله يبارك فيك. الله عليكم وعلى البرنامج ديالكم ديما في المستوى، وكنتقدروا منه بزاف بزاف. بارك الله فيك لالا. ونوفقكم إن شاء الله. يا ربي أمين. شكرا لك لالا بزاف. تفضلي السؤال ديالك. تفضلي. نعم لالا، أنا عندي واحد البنت عمرها 21 سنة، كانت مخطوبة لواحد السيد ما تفهموش، وفسخنا الخطوبه، ولكن واخا هكذاك مازال ما بغاش يتفرق عليها، باقي كيتعرض لها في الطريق، كيجي يدق علينا حتى للدار، الدار علينا نفهموه ان البنت ما بقاش بغاته، ما بغاش يتقبل الفكره، والو والو ما بغاش، هذا الشيء خلق لها مشكل. البنت ولينا حتى حنا ولينا خايفين عليها، غاده في الزنقه تبعها، ولينا ما كنخليوهاش تخرج بوحديتها. نعم. خصنا دابا انه يقدر يأديها، ما عرفناش اش من حل نديرو معاه. نعم. غاديين معاه دابا غير كنرتبونها بشويه بشويه، كنقيسو معاه، ما بغينا نديرو والو، عيطت ليكم شوفوا معايا شي حل. نعم تنشكرك بزاف، لان ولا انت عطيتينا فوالا صوره شنو هو هذا الارسيلمون. نعم. يعني الملاحقه جوستومون دكتوره امل شباش، حنا حاولتي انت عطيتينا فكره على النفسيه ديال هاد. نعم. الناس اللي كيلاحقوا، هذه شهاده حيه وسي ان في اللي. نعم. كاين. نعم. الناس اللي تيعانيوا من هاد الملاحقه شنو يقدروا يديروا مثلا؟ حنا كنعرفوا انه في بعض الاحيان يمكن اللجوء للشرطه. نعم. انهم باش تحمي نفسها ولا هذا، ولكن امتاش نتحركوا؟ امتاش نمشي ونشوفوا الشرطه؟ حنا شفنا بحال السيده خايفه على البنت ديالها اللي ادي هذاك السيد. صراحه دابا فاش كيكون تهديد يعني على الحياه ديال الانسان، راه خوف هنايا. نعم. يعني في بعض الاحيان كيبان لنا واحد السلوك تنقولوا معليش راه غادي يفوتوا، صافي راه غادي غير مرحله وغادي يدوز. واحد السلوك لما توقفش، يعني خصنا نكونوا واعيين بان الانسان اللي كيعاني من هاد الاضطراب في السلوك، يعني هاد الارسيلمون امورو، كيكون عاطي اهميه كبيره المظهر ديالو، كيعطي الصوره ديالو حيت عنده هذيك النرجسيه لو نارسيسيزم، يعني كيكون عنده مهم شنو غيقولوا عليه الناس. نعم. دونك هو ديك كلمه لا، ولا ديك ولا حتى السيدات ديك كلمه لا. دونك السيدات اللي كيعانيو من هذا المشكل ما كتقبلهاش، حيت ما كتبغيش الصوره ديالها تنقص. نعم. دونك الحل الوحيد هو داك الشيء اللي قلت لك في الاول ديال البرنامج. يعني عندك الوحيد هي بان فين غتجلس مع هذا السيد في العائله وتقول له الله يخليك، انا يا احترم يعني كنحترم في واحد الوقت، كنحب في واحد الوقت، ولكن ما كتبش الله. نعم. لعده اسباب ما عندها حتى علاقه معك انت كشخص، ولكن كعلاقه انا ما بقيتش بغيت، ولا حتى مع ديك يعني السيده. نعم. يكونوا يمكن العائلات مجموعين باش ديك الساعات انا كنحط حد. نعم. ويفهم ويعرف حد اللي هو معروف. الوغ حاجه اخرى هي هذا القانون القانون الانسان، ولكن القانون صعيب
باش تبرهن خوفي فوالا باش انك تجيب ادله وبراهين على هذه المساله هذه. دكتوره امل شباش، الانسان اللي كيكون يلاحق هارسولور واش تيكون واعي بهذه المساله؟ واش عارف راسو راه يلاحق هذاك الشخص او لا هو كيعيش في يعني في افكار هو معذب هذا الانسان ولا هذا الانسان راه معذب حتى هي؟ دائما كنقول الانسان اللي عنده واحد السلوك ما يعني واخا حنا كنتعذبوا يمكن ديك السلوك راه داك الانسان توا معذب. دونك دائما نديروا راسنا في بلاصه الاخر، خاصو نورمالمون نشوفوا يمكن العائله ديالو باش يديوه عند اخصائي يحاول يشوف هذا المشكل منين جاي. اخصائي كيقدر يعني يدخل في هذه الحالات هذه، ولكن الا كان باغي يضرب هذا الانسان هو كيقول عشان غير كفكره واش فايتجي عندك شي واحد اللي هكذا تيقول لك انا فوالا انا كنلاحق واحد الانسانه وما بغيتش نطلق وما بغيتش نخليها تمشي، ما عرفتش تلاقيتي مع الحالات هذه؟ عندي في البال ديالي واحد الانسان دابا في علاقه زواج وكاين طلاق، يعني الانسان الاخرى يعني زوجه ما بغاتوش وهو كيقول لك انا ما نقدرش نعيش بلا بها، يعني هو في الاعتقاد ديالو خصو يبقى مع هذه السيده. نعم. علما ان ما كاينش بزز في الحب. نعم. ما يمكنش. دونك خصنا كيفاش نوصلوا الفكره للاخر بان راه فين غنطلق شويه وفين غنعطي الانسان الاخر المكان ديالو باش يقدر يتنفس يقدر يرجع يجي لعندي بخاطره. نعم. ما نقدروش نقولوا للاخر نضغطوا عليه بغيني بزز. نعم. مي هو يعاود في نفس الوقت كيقول لك راه ما يمكنش راه انا ما نقدرش نتنفس بلا الاخر. نعم. دونك شفتي فين كاين الدوامه مرضية. هي حاله مرضيه اللي الانسان كيتعذب منها والاخر حتى هو كيتعذب منها، والانسان اللي كيتعالج يقدر يخرج منها من هذه الحاله هذه؟ ما نقدرش نقول لك على حسب الحاله، مش على حسب الحاله والماضي، ولكن تجارب اخرى اللي يمكن الانسان عاش بان يمكن شي انسانه في حياته ولا انسان في حياتها تخلى عليها. نعم. دونك شحال ما كان هذا التخلي في الحياه كثير، حيت هذاك الانسان كيحس بحال اللي ما بقاتش عنده قيمه. نعم. بحال اللي ما بقاتش عنده اهميه. نعم. بحال اللي ما كيسوى بين قوسين والو الوغ هو القيمه ديالو راه عنده. نعم. حتى واحد ما يحيد هذه. تنشكرك بزاف دكتوره. نعم. امل شباش، الا كنتو حتى نتوما كتعيشوا مثلا هذه الحاله او كتحسوا بانكم نتوما كتضطهدوا. نعم. شي واحد فتصلوا بنا نتناقشوا على هذا الموضوع هذا في العشيه ان شاء الله من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزام. ياك غتكوني. نعم. معايا دكتوره امل شباش للاجابه. نعم. على الاسئله ديال المشاهدين والمستمعين. كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.